سيف مساوي يعني حتى تكتمل الفرحة. افتكر انه الهلال قدم مباراة جميلة جدا جدا، يعني زي ما قال اخونا سامر العمرابي في وقت من الاوقات بعد تقدم بهدف، اول حاجة افضل شيء انه بسرعة الهدف كان مع بداية الشوط الثاني الدقيقة 51 حتى لا تصعب عليه الامور. بعد ذاك استطاع انه يحتفظ بالكرة في 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 تمريرات قصيرة وجميلة يعني. وان كان نحن طبعا في نشوة النصر نتحدث عن الجانب التكتيكي ايضا، يعني بكر المدينة وافق الكابتن محمد هو من نجوم المباراة، ولكن لما كان يجي على الجهة اليمين أيضا هو خطير، ولكن يغلق على نزار اللي كان متألق في الشوط الأول على الجهة اليمين. افتكر لعيبة قدموا عطاء